قرفان مش عارف شو تسوي بدك شي سبيلي صاحبك المهوي لا تفهمني غلط انا مش قصدي اهوي بس اللي شفته عم اضوي واحد بحشش ماسك مراية وبقول وين شايفه وين شايفه اخذ صاحبه من المراية وطلع فيها وقال له مالك يا زلمي هذا انا شيخ بده يظبط شيخ رمالها مسبحة واحد برمضان عند أذان المغرب بلف بسيجارة حشيش وولاده رايحين على المسجد إجا أبوه قال له مش عيب عليك شوف الفرق بينك وبين أولادك قال له أنت شوف الفرق بين تربيتك وتربيتي